صباح الخير ام امين. رانا في 6 جوان 2012. واش ترجعي للرزاق بارا ومداسي؟ واش قالوا في جنيف هاد اليامات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والله العظيم غير عيد كبير 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 على مسؤولين قاريين دعمة في الدولة. اسمحلي نرجع على بارا. كي كان في حقوق الانسان جامي استقبلنا، جامي يهضر معانا، كان داير روحو عن طريق بن شداد. وكان يقول ما كاش مفقودين في الجزائر، ما كاش مخطوفين. قال ما دينا ما رفدنا ما والو. واليوم كيف يتجرا ويقول لي ماتوا؟ سيدي انا فرحت كي قال لي ماتوا. صافي هو خد العام، صافي الدولة قتالة من جهة، والاخرين راهم في الخارج. قال في الديفوقاتي كيفاش يديروا الفيزا يرفدوا لهم وهو داهم وحطهم في فرصة؟ كرهم في الخارج، كل ولادنا راهم اتصلوا بينا، وكي على بالهم في الخارج يروح ويجيبهم من غسان حاجة سيدي يهبطهم. أما في مدرسة بوغ ميميت دي زافير إترونجيغ سي هونتو دو سافا دو فيغ دو فوس ديكلاراسيون. أما قسنطيني راه يجري مع الدولة باش يجيبها أمباسادور كيما جابها بارا رزاق. هكذا بارا رزاق كان يدير مع الدولة جابها أمباسادور، راح خلى البلاصة لقسنطيني. قسنطيني يحبس حب الشكارة اللي ياكلوا الشكارة. حنا ما عندنا الشكارة، حنا نحبسوا على ولادنا بصفة عامة. هاد الأمهات الأبوات يبكوا على ولادهم، داوهم يجيبوهم. وعيب كون تروح للسمتياق معمرين إكساجيريا، شكون ما دوها؟ كاين 300 300 في العالية. لا عطيك الصحة سيدي، زيكس ألجيريا، إكس ألجيريا واش نهم؟ اليهود جاو لهنا. صح اسمح لي، على كل حال النظام ديالنا متكون من اليهود، اليهود اللي راهم يحكموا فيه، ما همش مسلمين، خاطر واحد مسلم ما يخطفش ولاد الناس، وأنا راني نقول ونعاود اللي يتصلوا من بدلهم ما يقولوش نفقون، ما فقدناهمش في البحر، ما فقدناهمش دي مالاد مونتو، سيدي ألجيريا يسون كونسا، أنا وليدي في عمر 16 سنة، نهضر على فكرة الأمهات كامل فيه. ونديروا اليد في اليد ونتحد بالمناسبة أخ جمال غفار تعباتنا يرحم الكرش اللي جاتو. السلام عليكم.